صباح الخير عليكم، صباح الرباح وصباح المفتاح وصباح النوار وصباح الأقحوان وصباح الفل وصباح الياسمين وصباح المرجان وصباح اللويز وصباح الياقوت وبالعمان وصباح صباح حشر فنان. صباح الربيع ما هو الفنان. صباح الربيع ما هو الفنان. علاش جديتك؟ وما وقت عمري. من تقال بي غيسكت. الله إلا صرعتك. لا بصرعني. الله إلا صرعتك. صباح الربيع قالت ما هو الفنان. لا 10 عينين مالي ها غيروا منك لا لا تنسى ولا غابت السنه ولا حضرت الدنا مراه ومرموره وقاعده في فم المطموره بحال انت ها لا قعدتي فوق المطموره توصلي لكاع سيرات تحب ديك الكرهه الطاوله وخرج طاوله في العرض. المهم مرحبا بكم، حنا راه البارح خدمنا واليوم غنخدموا ثاني ان شاء الله عند سي ميلود دوار الجامع الابيض كيدير صداقه من العام العام، هذه على الصداقه كيديرها للطلبه من العام العام ملي مات الاب ديالو الله يرحمه وبقات هاد العاده عندو كل عام كنمشيو عندو. ها شي وحده تقول لي داير زيف امك راه عصابه عصابتي هاي راه عصابتي كاينين الملحدات بنات البرتغال بزاف هاد الايامات سكت ليهم بغا يديروا ما بغاو ولكن تنتكاع تيفوتني الراس تيفوتني راسي يا اماتكم تلبسكم لا ندوزك يا اماتكم يا بنات البرتغال تلبسكم سراول طويل هاي ما عندهمش التكه باش ملي تجي ملي جيت تخطوا الخطوه يديروا الزين عما دارت لطيفه في الغليميين يلا المهم دخلوا عندنا ان شاء الله كيدير كسكسو وكان يدير دجاج هذا العام عفى عليه المطيطيش غنديروا اللحم بالبرقوق والكسكسو بالخضره حمدنا الدريه تفرحوا مال في عذبنا وانا نادي راه الكسكسو ما بقيتش بغيت نشدو عند الناس كذب عليكم كيجوني الصدقه ديال الكسكسو كنقول لهم لا كسكسو عرفتي شناهو ما حدك تتبرد وعينيك ما عرفتش كي دايرين وظهرك مقروض وفتسك ياو العذاب وعذاب تفوت قصري تتوضا جوج كاع. المهم مرحبا بكم دخلوا عمانا شاركوا الفطور وهبت الحمري واحد النوع من الحلوى تتوري لمريم تنقل عليه يلا. المهم مرحبا بكم تحيه للمغاربه كاملين من طنجه للقويره ومن وجده للصويره مرحبا بالمغاربه كاملين لا اللي برات الوطن ولا اللي داخل عمان هنا في الوطن. المهم مرحبا بكم تحيه لخالتي لطيفه روت فرنسا ومرحبا بك عندنا ومرحبا بك عمانة. المهم مرحبا بكم دخلوا حنا راه كنبغوا نزوقوا الهضره ونضحكوا ما طياب راه طلع ليا فراسي باقي باغي نشاركوا مع الحباب كيقول لك با لعب لي واخا تسلق عبايضه اليوتيوب راه ما بقى فيه معاه البقره ضاربته الحال دا هما لي بكري لا كاين شي شوهه وشي فضيحه لا هلا يعطيها لينا ولا ليكم طوندونس وانا خلوني ناكل على السمن على السمن بارتي وكبيتي الكيسان ومرحبا بك بنت خويتي مرحبا بك لطيفه مرحبا بك الفنان هانتوما شوفوا درت لكم الزقاق ها ولا لا توريه تما على بنيتي مسكينه مريضه خلات عطات خلاتك حب المنزله دابا ولا لا توريه هانتي شوفي زقزقت لهم شوفي جيتنا البارح من الخدمه ديال دار القايد عيسى بن عمر قائد القياد اللي فكر المسمومات شوف شوفي درت لهم زقاقه حلوه الزقاقه هنا الخبزات وهنا درت لهم لاملو وها هو لاملو هذا راه عكاوكا وشديتو حمرتو وطحنتو مع زيت العود في خيمتي ياي في خيمتي قالك غالي خيتي كيبيع عود ديال اللوز غالي وهذه الزبده هذا الزيت زيت زيتون. المهم مرحبا بكم الدريات نفطروا في خيمتنا ويدير العتاق مناق مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم واسي عمر ها انت السي عمر شو ها انت السي عمر ما كنت وي وي هو راه سي عمر شكون سي عمر كاين عاول اسمه سي عمر اي كاين عاول اسمه سي عمر لا كاينه لالا توريه وحده لالا بنت الحمري لا غابت تسنى ولا حضرت الدنيا ايوا صح انت بنت الحمري وانا عارفه كتعجبك هذه اللي كدرت لك ذاك العام ملي كان ملي كان ملي كان ملي كان البحر مسافر لموريتانيا وريال مريم المهم تجي نصاوب لك ان شاء الله حق وريال مريم تنقل عليها لا لا تويه وريها المريم تنقل عليها تنديرو نعطيكم المقادير ديال هادي ويلا كتاب علينا الفراق تفارقوا خوت كيف تلاقينا خوت كيف تلاقينا خوت كيف تلاقينا تاب علينا الفراق تاب
خوت كيف تلاقينا فرقوا خوت كيف تلاقينا فرقوا خوت كيف تلاقينا علينا الفراق إلى كتاب علينا الفراق وإحنا دخلنا الجامع البياض نطيبوا الكسكسو ونطيبوا اللحم بالبرقوق إلى كتاب علينا وإلى كتاب علينا ومرحبا بكم ومرحبا بكم ومليها قاع الحاد ياي غدرك باين. إن شاء الله إحنا دخلنا كيف ما كتشاهدوا خلشة ديال السميد مطيشة العطرية العطرية والشغل هو هذا الخضرة هي هذه الزيت البرقوق وكل شيء على القرعة موزيطات بوكم العبدي موزيطات بوكم العبدي الموزيطات صافي إن شاء الله هنا فين غنخدمو هادي كور داربو لها الجير كانت غتولي مضوية هنا فين كنديرو الفرينات كيخرجو من هاد الزنارة هنا خصهم ينفسوها شوية هادي هنا إن شاء الله حنا بدينا كنقيو في الخضرة بدينا باللفت هو الأول معاون عليه انا والفانا انا وبنت خوتي ولطيفه والفانا رحنا عاطينها الروبو الروبو غتمشي تدور في الدوار تعرض على العيالات والفنان غتعرضي على العيالات ايوا ما عرفت المهم ان شاء الله انتم رحنا غادي نساليو الخضره وتابعونا ان شاء الله هنا ان شاء الله حنا نقينا الخضره اللفت الصفر واللفت الابيض واللفت الموف وخيزو باش غنغسلوهم ونخليهم على جنب هنا البصله ومطيشه مايه نقينا البصله ومطيشه تاعي راه كنغسلو فيها الدريات كنقو فيها واللي تغسلتها هي كنقطعوها باش غادي نسلقوها ما تجيناش باش نطحنوها ما تجيناش كسكسو فيه بنه المطيشه حامضه ديك الزريعه كتخسر الكسكسو لان كونسيتي كثير ماشي غادي نقولوا جوج كركوبات ولا ثلاثه كسكسو ديال الدار المهم ان شاء الله وتابعونا عندنا شي 25 كيلو ديال التسميد هنا عندنا خنشة فيها 25 كيلو ديال السميد ما كنفورش كاملة بحال كنخلي فيها تقريبا شي 3 كيلو 3 كيلو 4 كنديرو ما بين 20 كيلو 21 كيلو 22 كيلو هذا هو القياس اللي كنديرو عندنا تقريبا شي 12 قصري راه وليت الله يعطيك الخير شفت الثمن ديال العبديات الحراس كيداير شوف والمسمومات الصقعات هما تحباب العبدي يستاهلوها من الله هي الطيطيش الله والمسمومات هي امواتكم وشديتكم تنطلصوا لكم على وجهكم ونخلي البرزيز ياكلوا المخيره فيكم دير القنانه في البوتوكس بالبرزيز عرفتي البرزيز على قرصتك المهم مرحبا بكم وبنيتي سير عمرك وستاتي قولي عمر نقادو الموجاج عندنا 25 كيلو ديال السمين غادي نديرو فشي ما بين 20 21 22 كيلو الخضره مخلطه الله ما عرفتش شحال جاب نقينا كلشي داكشي اللي جا في الخنشه البصله جاب شي حزمات نقينا حزمه الفانا راه سيرا كتصوفر الربيع بنت خويتي هي ولطيفة هما سيرين مقادين لطيفة راه شادة الكلاكاج في رجلها تعكز على الحيط ولا تمشي ابجي بحال ديك اللي راه كتعطي المالين بكري كانت عندها القنوفة دايراكو ضربتيني بالعين ما تقولش الكلاكاج لا راه شدني انا الكلاكاج انا الاول في يديا كانت كوانسة والنعمس راه شللني من رجليا وليت نغوت ربي اللي خلقني انا حتى حاجة ما تغلبني الا الكلاكاج اللي كيجيب لي نهبوكم العبدي كان في الحمام خرجت من الحمام انا طولت قلت زعما مع المنزله ندخل نكمد عظامي تصح لي الحمام خاوي كندور فيه انا والقبب ما كاين حتى واحد قعدت في البيت السخون لقيت اللي نط ساليت العومان ديالي خرجت جيت للدار قال لي تعال عليك الكلاكاج علاش كنمشي رجليا كاللوحات حق الله العظيم كنغوت كاع جيران ساقوا الخبار كيصاحبوني المرحومة سيرة تصوت فيا والله العظيم كيصاحبو المرحومة مسكينة سيرة تصوت فيا أو العشة غنهزها براسي العشة طويلة عالية حنا في العشة شوفوا بكم العبد في المقيع المهم تابعونا إن شاء الله حتى نكملوا هنا إن شاء الله حنا ردينا مطيشة باش تطلق ردينا البرمة تغلى غادي نحيد من هذاك الماء بغيتو نوجدو غنقلبو في الطنجرة صافي باش غادي نبداو ان شاء الله بلا ما جاب لنا اللحم الدري ونصبو خالتي لطيفه كي دايره لاباس الحمد لله اش كديري الكسكس
بالماء ولا بالزيت؟ لا بالزيت. وعلاش درتي ما درتيش الماء بحال الطريقه ديال الناس بكري؟ لا لا هذه الطريقه زوينه سهله سهله. والسميد هذا ديال العبار ولا ديال الخنشه؟ ديال الخنشه. رقيق هذا كيبان لي. هذا السميد رقيق. هذا راه ما مكسكش، راه ماشي داك ديال البنات. شوفوا الاغلبيه ديال الدريات كنكون مجاوبكم في الفيديو، كنقول لكم ودي انا راه ما كنخدمش بالسميد اللي مكسكس. السميد اللي مكسكس ملي كتمشي عند مول الحانوت كتاخذ في انواع وفي ماركات. هذا صفر زوين، هذا ذهب قمح. هذا انا كناخذ سميد ما عندوش تكسكيس. بلاتي نوريكم ها انتم هالخنشه ديالته. انا ما دايرش الاشهار، نورمالمون غنعيط للشركه كاين التليفون ديالها ونقول لهم انا كنخدم معكم وعطوني الفلوس باش ندير لكم الاشهار، لا انتم ولا لاي نوع من هذه المواد. انا ما كنتسوقش. هذه الاتقان، ها هو سميد الاتقان. تحيه للناس الاتقان. ها الاتقان 25 كيلو في هذه الخنشه، 25 كيلو سميد ما مكسكس ما والو. حنا كنكسكسوه. بالنسبه لها علاش كنديروا حنا هذه الطريقه؟ كتجينا سهله. عوض ما غادي نبقاو نكسكسو بالماء وهار الغربال هار هادي هار هاديك، حنا غنربحو الوقت. دابا حنا غادي نطلعوا الفوره الاولى، باقي السيد ما جابش لينا اللحم. حنا عندنا الغداء ولكن باقي السيد مشى لاسيو باش غادي يجيب لنا اللحم، باقي ما جابش. حنا نقينا الخضره وجدنا كل شيء، غادي نوضوا نفوروا الطعام الفوره الاولى بعدا ونوجدوها. ريتا ما يجي غنفوروه غير على الماء. البرمه غادي نلوح فيها واحد الكركوبه ديال البصله وشويه الملح ونخلي الفوره تطلع. وهذاك الماء انا ما غاديش نضيعه اللي غنفور فيه، ملي غادي نجي نبدا نقلي غادي نمرق به. صافي دابا هانتوما تابعونا ان شاء الله. هنا ان شاء الله هانتوما نبداو نقلبوا فيه في الكسكاس وتزيد الكميه الاخرى اللي باقا عندنا. صافي باش دغيا في البلاصه. ما غاديش يعني ما غاديش ياخذ لينا الوقت بزاف. صافي هنا غادي نهز الكسكاس نردو للبرمه يفور. هنا كيف ما كتشاهدوا بسم الله غنجد في البوطه. هنا كيف ما كتشاهدوا مطيشه هي باقا كتسلق، جايه طالعه الغليه والكسكسو ها هو كيفور. هنا نطلق البوطه شوي. هنا شوفوا طيبات الناس ديال البوادي، الا حصلتي مثلا في شي بلاصه مثلا نقولوا شي زريبه ولا شي حاجه، ديما اللاطه تحت الفورنو. ها انتم انا داير مقله باش العافيه ما ترجعش لينا للارضيه. باش ما تعطيناش ديك الريحه درنا حنا في روسنا. صافي ها وهنا انتم خالتكم لطيفه هي سيره كتكسكس تسمد في السميد بالزيت. ساهل ما قايل لا ادب لا والو. نخلوه يفور واحد 20 دقيقه 25 دقيقه حتى نص ساعه ماشي مشكل، عاد كنعاودوه بالماء. هنا عندنا كميه كبيره 25 كيلو ديال السميد راه ماشي سهله. حنا ما غنفوروش 25 تقريبا، قلت لكم ما بين 20 كيلو حتى 22 كيلو هي اللي كنفور. السميد فيه البركه والسميد ها هو رقيق. هذا رقيق ها هو كتبان لكم الحبه. شوف السميد ديال القمح، هذا السميد ديال القمح. غير الشركات اللي كيبدلوا الاسم، كل وحده كل يعني كل مطحنه او شركه عندها اسم. راه السميد يكون غير صفر، ملي تاخذوا السميد بحق صفر عرفوا راه مزيان. الا بان لكم دغم عرفوا القمح ديالو راه قديم حيل او غامل. وهذه هي اسرار باكم العبدي في الحياه المهنيه كيف ما كتشاه. الله يا رب الله يا الطيطيش الله يشوفني على سيدي ربي شويه. اوف هب عليا ريحك اسيدي ربي، هب عليا ريحك، هب عليا ريحك المسمومات. سمعتوا احباب العبدي كنوريكم الطرق. الناس اللي باغا تهتم بالطبخ شي، انا راه الطبخ طلع لي هنا تعلموا على الثومه. انا تانا واحد النهار غادي نموت وغتبقى صدقه جاريه كي كنلقى الناس اللي يدوع معايا، الناس اللي عندهم الطنطوق عندهم الدماغ يقول لي راه حنا تعلمنا منك بزاف الحوايج، تعلمنا منك التقنيات، تعلمنا منك الحرفه، رشيد الحرفه. اقسم لكم يمينا ونطير على بناتي والله ما يعطي لكم شي واحد، راه كيعطوكم الوصفه ولكن ضروري ما ناقصه، ضروري كيخلوا حيت الاغلبيه عندنا ولاو فيهم فهامه بزاف، سيرتم وليت الله اكبر في الفم الزرواطه في الكم، دوك الملحدات اللي كيعرفوا سيدي ربي بالمقلوب، البوشقات، جي طاقوس، كيبقاو يحكروا. اما الانسان اللي باغي يستافد راه غيستافد من الشرح الشفوي وغيستافد من الشرح المعنوي. كنصور الفيديو وكنضرب عليه العدد وكنضرب عليه تمارين ونعرف راسي راه ما غنستافد على رحمه الوالدين. احسن شيء انا خدام غنتخلص انا ولد العيالات.
ما عدناش ما خاصناش، غنينا الله الحمد لله من فضله، مستورين، عدنا سمعتنا في البلاد، سمعتنا في القبيلة، سمعتنا مع الله سبحانه وتعالى، محتارمين الناس، محتارمين نفوسنا، هذا فضل من عند الله سبحانه. دخلوا تعلموا، المرأة غلبك الزمان، راجلك تغلب، خرجي عاونيه، شدي الكوموندات عف خيمتك، عف دارك، قابلي ولادك وطيبين الناس، شري، إلا قالوا لك كلفوك بالإقامة، شري الإقامة وعرفيها شحال، شري الدجاج وعرفيه بشحال، شري اللحم وعرفيه بشحال، وضربي عملية حسابية الثمن باش شريتي السلعة، وضربي زيدي عليه الثمن ديال خدمة يدك وتوكلي على الله. أنا ما غاديش نقول لك كنخدم بالقد والقد، الأغلبية كتسولوني كتقول لي بشحال كتخدم، أنا خدمتي في راسي، أنا خدمتي في راسي، عارف لي قالبه وعارف لي سيستيما، غادي نمشين داكشي اللي كندير أنا خدام به وخدام ليا. بالنسبة لكم انتوما الفروج داير 400 كيلو، داير 380، داير 360، داير 500 كاع، غيديروا جوج فراج، غيديروا ثلاثة، غيديروا أربعة، غيديروا ستة، غيديروا 10، حسبي ديك السلعة بشحال، هذه إلا ما جابوهاش لك. أما إلا جابوا لك هما السلعة موالين الدار، غتكتبي لهم العطرية، داكشي اللي غادي نعطيك، اللي كنعطيكم، وغادي تقول لهم جيبوا لي هذا الشيء كامل، حطوه لك في دارك، وأنتي غتخلصي في خدمة يدك ملي غادي طيبي، خدمة يدك. ما تضرش الناس وما تضرش راسك وتكون مصداقيه وتكون الماكله بنينه وزوينه، وراه شي غير هذوك الناس اللي انت طيبتي لهم هما كيديروا لك الاشهار، حيت الناس غياكلوا عندهم، وشي وحده مثلا عندها شي مناسبه ما عندهاش الوقت كتقول لها صاحبتها وتعالي راه غنديك عند فلانه صاحبتي راه هي اللي طيبت لي ديك النهار الماكله زوينه كذا كذا، منها كتبدا كتكتسب الشهره ديالك، وتا واحد ما شافها، خدامه في دارك مقابله وليداتك، والماكله كيجي يهزوا الناس من عندك، والله لك الحمد، ملي كيفرغوا المعركه كيجيبهم لك حتى للدار. هادشي اللي كاين، خدمة شريفة، إلا ما غناتنا معيشانا وساترنا وما مخليناش نمدو يدينا لعباد الله، لا اللي يسوى ولا اللي ما يسواش، حيت راه كيقول لك يا من يعطي يا من يشد، وحنا الحمد لله خدامين فضل الله، عايشين مع الناس، هاد الناس أقسم لكم يمينا، راه دابا سنين هما كانوا مصاحبين مع نسابي، تحية للحشاش لنسابي، عبد الفتاح وسي محمد والحسناوي وعبد الرحيم وزيد زيد كاع القزارة. الخضاره كلشي نسابي قال لي على البقال اللي ما تناسبش معاه، ولكن عندي صاحبي مصطفى مصاحب انا وياه. النهار اللي تعرف عليا السيد وليت انا هو اللي عنده في الدار، ملي بغى يدير الصدقه يعيط عليا ونجي عنده كل هم. علاش؟ المعقول، مصداقيه، احترام، وبقيت الحمد لله ويعيط عليا على الناس وحبابه وجيرانه وكلشي، ورحنا خدامين وبالفور يا الشيفور. صحيه للمغاربه كاملين، نمشيو نشوفوا الكسكاس هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا هانتوما السميد ها هويا. ضروري من هذه العمليه ديال الزيف، الزيف يكون نقي خفيف كنغطيه به، علاش؟ منها ما طيح حتى حاجه فوق منه، ومنها كيجمع داك الفوره، كنقولوا كتجمع الفوره، ملي كتجمع الفوره الطعام كيطيب. خلوك كي قلت لكم ما بين ثلث ساعه 20 دقيقه او 25 دقيقه حتى نص ساعه، ما عندناش مشكل، حنا باقي دابا عندنا الوقت، نقولوا باقي عندنا الوقت، واخا هكاك راه باقي عندنا الوقت، السيد راه باقي ما جابش اللحم، ولكن باقي عندنا الوقت. الفوره الاولى هي الكسكسو، الا ما ماتتش الفوره الاولى في الكسكاس الطعام كيجي نافر، البلول كيجي في جيه والسميد كيجي في جيه، بحال كسكسو خالتكم الفنان ملي تفور لكم، لا فورت لكم خالتكم الفنان عهربوا، لا قالت جيتوا عاد ولقيتو ندير الطعام قول لها الله يخلف حنا صايمين، وقهوه الفنان ها شوفوا قهوه الفنان والصقعات وماليات فرنسا وماليات طاليان، شفيتوا فيا المسمومات على خر ايام الفنان ولا دايره قرعه ديال القهوه، القهوه تمت كملت. المهم مطيشه ها هي ان شاء الله غادي طيب ونطحنوها باش نصفوا لها ديك الزريعه وداك الجلوف ديالها، صافي ان شاء الله وتابعونا. والقرعه القرعه الفنان سيره كتقطع في القرعه. هنا خالتكم كويه كويه انت الفنان، الجنوي صغر منك تيدير الجنوي الكبير، لا الفنان اللي كدور لك في يدك، لا انا نقطع زكاي زكاي، انا نقطع الفنان القرعه، وهانتوما عمانا هنا انتوما القرعه تقطع ديالها كي داير، حنا سيرين كنقطعوا في الشيء الاخر. الجنوي ديما الجنوي كبيره، اللحم راه جا، اللحم هانتوما كيف ما كتشاهدوا ها هو جا دريات، نعزلوا اللحم ديال المحمر بوحدو واللحم ديال الميدم. البنات اللي كتسولوني كتقول لي اللحم منين؟ من الكتف والعنقره والخلالات ديال الظهر والضلوع. الا كانت عندكم 40 كيلو ولا 50 كيلو ولا 60 كيلو ديما تقولوا للقزار يقلع لكم من الطابق الكتف بكل ماليه،
هذاك هو الاحسن لحم، ما تاخذوش من الفخض، الفخض كيكون اللحم ديالو ناشف. شوفوا اللحمه كي دايره مسكينه، انتم اللحم كي داير، شوف شوفوا اللحم الكاغط الدريات. اللحم اللي كيكون في الفريغو كنغسلو ملي يكون هذا ذبيحه ديال اليوم الحد، الحد حراره، ذبيحه حد حراره كتكون نقيه. ها هنا كيف ما كتشاهدوا العطريه هنا ديال الكسكسو، ها انتما هادو جوجات ديال التحمار، هادو زدتهم غير المروزيه وهذه والقرفه، وغادي ندير فيهم الزهر، المروزيه والقرفه والزهر، الملح، سكنجبير، البزار، الخرق ومعرق، والضامه ديال الزعفران بالطبيعه. هنا سكنجبير، البزار، خرقوم بلدي، وزيت الزيتون، والسمن الحار، وحتى اللحم راني درت فيه السمن الحار كيف ما كتشاهدوا. صافي راه انتم لوكاله العمل راه هو هذا، السميد راه هي طلعت فيها الفوره ساهله، دابا باش غادي نعاودوها حنا غنردو هاد الحيمات يتقلاو، غير نحيد السميد ونخوي داك الماء، غادي نمرق به هاد اللحم وما تبقى نعاود نرجعو للبرمه، ماشي مشكل عندي، يعني كنقولوا حنا كنبسطوا على روسنا الامور. الا كنتوا معايا في ارض الواقع غادي تكتشفوا اكثر الاسرار والخبايا اللي كنديروا حنا بعض الطباخه باش كنسرعوا علينا العمليه. السيد ما جاش مول ترونسبور، يلاه حيت يلاه جا، قال لك اودي مول ترونسبور ما جانيش. مرحبا بكم وتابعونا ان شاء الله. وانتم راه الحيمات هما هادو، والسميد ها هي كتفور، خرجت الفوره كيف ما كتشاهدوا، كتصفي قهوه الفنان خالتكم راه. وانا مشيت جيت واحد الطاجين، طاجين باش غادي نطيب للدريات الغدا، نديرو عاع اللفت وخيزو حيد لطيفة شي الحيمة نديرو عليهم نبنو بها. لا سيدي ماشي مشكل، بس مزيان. ها انتم الفطور، ها الخبز على مزيناته ديال الشعير ديال الخباز هذا الدريات، ديال الخباز. هنا ان شاء الله انا رديت اللحم ديال الكسكسو صافي باش يتشحر كي قلت لكم، وغادي نمرقو من هاد الماء اللي كاين في هاد البرمة، من هاد الماء. هنا ان شاء الله مطيشه هي كيف ما كتشاهدوا، كنطحنها بحال هكايا كتجي مصفيه. هنا كيف ما كتشاهدوا انا غنفرغها على اللحم، درت الربيع صافي، غير نقلب واحد شويه كي قلت لكم ونمرق. الحيمات راه متشحر وصل عطريه، دابا ضفت لي مطيشه، مطيشه راه طيبه نورمالمون نقولوا راه طيبه، صافي ونمرق باش نربح الوقت مزيان. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا اللحم صافي، ها هو هي هذا اللحم ديال الكسكسو، ها هو هذا اللحم ديال التحمار، الربيع درته غير قبطه، ها الاخر صافي نخلي هذا غيطيب. هنا السميد، دابا باش غادي نعاودوها ان شاء الله. قلت لكم الخضره ها هي، وتابعونا ان شاء الله حتى نسالي. هنا صافي كيف ما كتشاهدوا هانتوما التعاويده الاولى، ها واحد ها جوج ها ثلاثه، هما سيعاودوا الدريات، كنعاودو غير بالماء، ما كنديرو لا ملح لا زيت حتى الفوره الثانيه باش يشرب لينا داك الماء، الا عاودناه بالزيت دابا ما غاديش يشرب لينا الماء، منها تجينا الحبه رطبه. الدريات اللي كتقول لي بو العبدي كيفاش كدير السفه ديال السميد، راه كندير غير بهذا الكسكسو هذا، هانتوما راه هذا الكسكسو شوفوا كي داير رطب رطب على مزيناتو وقمح حفري. ديما ملي تقلبوا تبغوا تشريوا السميد قلبيه بيدك، شري ديال العبار كي كانوا كيجيبوه الناس الاولين، ما كتعرفيش تسمديه كيتبركش لك، هاد الطريقه غير ما تكثرش فيه الماء ودوزيه في الغربال ورديه فور، ولا ديري ليه الزيت ورديه فور حتى للثانيه، ها هو ما مبركش ما حتى شي حاجه. صافي، وممكن الا كان كميه كثيره او قليله عاوديها بالغربال، في هذه المرحله الثانيه هذه تعاود بالغربال ماشي مشكل. هانتوما خالتكم كويه كويه، انا راه ما بينك وبين الطعام على الخير والحسن، انا نقولها لك وربي شاهد سيتعلمي. وشوفي شحال ضربت انا من عام في الكسكسو، هو سبب كاع بوبي تخرج. كنت انا وخالتكم لطيفه نباتوا في قبيله ونصلحوا بخرى، ملي كانوا العراس عراس الشان الشان ديال العراس، ما اليوم راه سيري 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 تلحق لك، سيري سيري بنيتي تلحق لك. هذه الماء خصو لنا خصو ماشي تفرتك، هذا بارك عليها لطيفه باش ما يتزواش. هانت نتسخر على الويدات الفنان، سيري خدي من الرجال خدي من نسا سيدهم، سيري يا سي نشجل صباح ما تشوف ما تكحل عويناتها، وصباح واسفي وعزيب عزيب درعي.
طيمومي. عزيب طيمومي. كيقول عزيب طيمومي؟ اه عزيب طيمومي. تبعي بنت خويتي. انا بنت خويتي راه كنا منين نكاجمون نسافر طلوات القراوات. هاي. صحابها بصح بنت الحمري الوات مريم الفخش الدار البيضاء. وها بنت الحمري. غادي في هاد العطلة؟ غادي في هاد العطلة ولا؟ ها بلاصتك راه باقا شاغرة. سير. حضر شيشة لطيفة. حضر شيشة في يدك. سيري. انا عم شفت العين سبحان الله العظيم كسكسو كيبان ليا. سير بنت خويتي. هاك انا كنشوف سيدي بغيت لكم الربح الله الله عليكم الطيطيش الله الله عليكم الحمريات حمراء نعم نعم سخفانه من خيمتها التكيه 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 وخليها انا وخليها تيرا 121 كيلو بازوج الطيطيش الله طبنا وطبنا الحباب طبنا اوف حنو كيعمرو خرقوهم لطيف قالت لك انا لطيفه ملي كنمشي عند مول الزراعي عمرهاق قال لك عايشوفها جايه كيمشي يجري الكيجي بالكيلو واخا كان بقى على الميزان كيعبرها بالميزان ديال الزرع والكيلو فوق منه الواحد كيدير طاره ولا بلاش لا كطلع مطار يا لطيفه عندك كتعبر عبلة طارق المهم انت قلبي غير سكت المهم مرحبا بكم احنا ضاحكين وناشطين وعش الملك ما عندناش بغا يجري سخف الحال سخون برا الحال سخون تقولوا السمي والله يحضر السلامه الله يا سيدي ربي الله كرم المسمومات كرك حنيتي فينا بالغيث ولكن المسمومات هما علاش حنا راه مقهورين ومفقصين بغيت لي مع عيطه وعام وزلقه في الحمام وكسيده بالساتيه والحبس 3425 عام على بويا وجدي والحمريات حمرات القصاص موليه النوبه وسيدي عيسى المخلوف مول خمس قبل والرمو مولي المكحل دار بالبوحه في السماء مطيحينها في الماء الله الله عليك سيدي النايم الله الله عليك سيدي حبابه الله الله عليك سيدي بعزي الله الله عليكم مرجع الحاجب الله الله عليك سيدي حوبه الله الله عليك سيدي سوام اه سيدي بعزي الله الله عليكم اولياء الله الصالحين 1200 ولي صالح كاينه في عبده 1200 المدون والقرى كاع فيهم الاولياء عبده كلها صالحين اللي قعدت حك عليهم يتحك وقعدت هز راسو عليهم كيشيروا به كيصيفطوا بالمرشيش المهم مرحبا بكم هاي اللي كتب شو سيدي عبد الرحمن في الدار البيضاء ضربوا البيضاء جو عدي انا ولطيفه ضربوا لكم البيضاء وتخوتي هي وفعلا انا عرقانه تقرجيه فين في البلاصه يلا مرحبا بكم حنا راه كنضحكوا كاين اللي حاضر يا فمي خاصك سيري الجامع صلي توضي ركعتين نفعوك في اخرتك ما انا راني ما بيني وبين مولاي عالم به الله سبحانه وتعالى سير بنيتي سير نوض نصب نوض حنا عاودنا التعويذه الاولى الحمراء انتم راسي طيب غنوض دابا نصب البرمه ان شاء الله ساهله القضيه عندي دابا هنا كيف ما كتشاهدوا درت البصله درت مطيشه درت البزار سكنجبير الملح شويه السمن ودرت الشحمه وغادي ندير واحد القبطه ديال الربيع كيف ما كتشاهدوا ها هي بيه فيه هنا باش غادي نفور غير على الحمص غادي نفور غير على الحمص هاد البصله خضاريه عديده غير غادي تذوب كي قلت لكم حنا الوقت دابا سير كيدرك حنا راجعين مهودين على الدقيقه 90 مهودين لتحت ماشي طالعين لفوق صح تشحر هاد البصيله شويه تاخذ حقها في سميتو يعني في العطريه درت زيت رومي زيت زيتون السمن حار الملح البزار سكنجبير خرقهم بلدي البصله الربيع مطيشه والشحمه طروفه ديال الشحمه كبار صافي علاش غادي نفور ان شاء الله الحيمات راه مسالين كيطيبوا تمايا هنا التمريقه اللي كانت في البرمه ها هي خويتها هيا باش ملي غادي يطيب هذا اللحم غادي نهز من هنا من هذا لاصوص وهذا غادي نمرق منه وغادي نهز منهم وندير في اللحم ندير في اللحم اللحم دابا باش غادي نغسل الخضره وغنصفيها غادي نطلع الفوره غادي نطلع لاصوص هنايا مزيان ونهز منه بالكاسرونه ونخوي على الخضره ونحط فوق الفرن باش يطيب لي هذا الشيء كامل دقه واحده نجي مع الغداء قد قد هنا كيف ما كتشاهدوا ها نتوما خاتكم الفنان سيره كتغربل الغربه الكبر من يديها الله على خالتي كوي كوي سير دوري الغربه لك العيالات الحرات في يدك لا نسمك مراه ومرموره ودير الحزام مص منك يا بارك اي اي
كتغرب لي الماء الكلب جاهل. بكري كنا ملي يكون الكلب جاهل كنشدوا حاجكم الغربال وكنغربلوا عليه الماء من الفوق كيموت. الماء والملح. الماء والملح. غنغربلوا على المسمومات باش يضركوك ما مرم من عدي. المسمومات الصقعات. طلب الله هاد الصدقة يكرم لهم الله يرحمهم مع قدامهم عمر تريكة ما يشوفوها. على كلامهم والكومنتيراتهم الزينين انا راه الشريف والعرق مهود معايا. الله يدهيهم في صحتهم. دعينا معهم تعينا احنا كندعوا مع الناس بالخير وهم ما بغاوش يوقروني. المهم ثانيا ما كاينش بحالك عاودك انت في الدنيا ما كاينش. كنقول لهم راه الله ما عطاكش شويه الغلط قلعوا لك وعطاه لطيفه. انا قلت البنات اي بناتك تسمي تقولي كان يسرحوا بهم السباسه بكري. المهم جي المهم جي ندبر لكم على الورص ديال الغلط الورص ديال البقر. خويا انا ما بغيتوش نقلب حتى البقر الشارف ما بقى يذبح كنا بكري نلقاوه هاك بالك الله ما بقى. المهم انتم احنا راه خالقين السعاده وضاحكين وكل شيء هو هذاك النعجات كيخافوا. وهنا حباب العبدي وبغيت ربي يعطيكم تيغنيكم والله يفيض خميرتكم والله يقوي خيرتكم والله يرزقكم نور في نور. والناس اللي كتعيطوا عليا وتوسطوا معايا وتقول لي الدعاء معنا وحنا وسط العرق راني ها الله اللي علم بيا ماشي العرق راه الماء مهود معايا ولكن حمد الله وشكرته والله ينقي الشوك من طريقكم والله يفيض خميرتكم والله يقوي خيرتكم والله ينزل لكم بركه في الجريه وفي الصحه وفي الوليدات والمسمومات انا وياكم تلعب سيد ربي علي عدو الشيطان يرد على الاخر على الاولى فيا والثانيه فيا بالحق والثالثه عطيتها لكم ما بين الاوقات ما بين العصر والمغرب المخير فيكم يتشير ويخرج ينتش في لحمك الكلب الجاهل وتجيو عدي الذبح الحواله وما نسمحش لكم. خوتي المغاربه حبابي الله يرضي عليكم ما تقولوش لي راه كيحكوا راه انا بشر راه ماشي حيط الحيط راه مع مرور الزمان راه كيدوب راه كاين شي نوع ما مربيش خاصنا نربوه ويتصبى بالعرش محلول وانا عرقان ونعطيها ليه يعطيه الله شي مرض فاش يتدها ينسى الناس. مرحبا بكم هنا ان شاء الله البرمائية تقلات كيف ما كتشاهدوا انا درت كل شيء خطره وحده كي قلت لكم حيت الماطيشه طيبه هنا الحمص ها هو غسلته ونقيته منقي هو اصلا منقي ولكن ضروري ما نعاودو نغسلو صافي ونعطيه التمريقه الكافيه ديالته يطيب فيها هنايا علاش غنفوروا الفوره الثانيه والثالثه. هنا كيف ما كتشاهدوا حباب العبدي ها انتم لا هي اللي كتسولوني على الكسكسو وحالتي ما عندكش المعن. شوفي انا قسمت خيز زو درتو من هنا ولفت بثلاثه اشكال درتو من هنا درتو واحد القبطات ديال هما جيدات فرقت بهم. هنا غادي ناخذ البلول من البرمه انا مرقت ها انتم هاي التمريقه وغادي ناخذ من هذه ديال اللحم نهز بالكاسرونه من ليه ونهز بالكاسرونه من هنا وغادي نضيفوا على هاد الخضره باش طيب عاد غتبقى لي القرعه ملي طيب هاد الخضره كنصفي تن القرعه ما كتساش طيب باش ما نديرش خيز في طنجره وندير اللفت في طنجره والقرعه في طنجره. اللهم اختصار طنجره عندي ديال 60 لتر كبيره درت النص ديال خيز من هنايا ولفت من هنا وقسمته بالربيع باش يعطيه ديك المذاق صافي ان شاء الله. بالنسبه للقرعه هي حتى هي غنغسلوها وغادي نديروها في طنجره بحدها طنجرة هي بحدها كلشي تغسل النظافة راه من الإيمان والمسمومات الصقعات وماليات الليقات بغيت لكم عبو حمرون كان داير فينا خير حق سيد ربي لابو حمرون كان داير فينا خير بحال المسمومات كان ربي غيديهم بكري قبل الميجان بقاو يدوروا في اليوتيوب يكتبوا لعباد الله ويعيروا عباد الله ويسبوا لعباد الله اللي نسمي امرأة ونسمي راجل يجي يأدي الله يبوه تندوز فوق من راسو البنو ديال التراكتور واش بغا يجرى ليه كاع بحال مشيت على الحج زرته وجيت لطيفه بحال مشيت على مكه وجيت غنعاود نغسلوه هذه الغسله الاولى هذه الغسله الاولى عاد غنعاود نغسل القرعه الغسله الثانيه ان شاء الله صافي وهانتوما معنا ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم يرضيكم يكون عند حسن الظن ديالكم ومرحبا بكم اخوتي المغاربه واخواتاتي المغربيات. هنا صافي ان شاء الله هانتوما انا مرقت زدت واحد شويه العطيه وزدت الملح وخديت من هنا وخديت من هذيك راه الكاسرونه كيف ما كتشاهدوا صافي ها التمريقه اللي بقات هنا باش غادي طيب الخضره هاد الخضره حسبناها طابت دابا سهله نغطيوها
ونخليوها طيب. صافي دابا غادي نعاودوا الفوره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله دابا غادي نبداو نعاودوا في الطعام كيف ما كتشاهدوا. هما احنا بدينا نقفلوا مع حد الفوره جايه وحنا كنزيدوا، مع حد الفوره جايه وحنا كنزيدوا باش ما يتسدش ما يدكش وما يتسدوش من العيون، وجينا الفوره سهله. صافي هادشي هذه هي خدمتنا، هذا هو البراتيك ديال العمل ديالنا، وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا الفوره الثانيه. غنخليها هي واحد ثلث ساعه وننزلها نعاودها. الطعام خصو يطيب، الطعام الا بغيتوه ما يضركمش خصو يكون طيب فاير في الكسكاس. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا صافي هو الفوره الثانيه هي طلعات. دابا باش غادي نوجدوا نحطوهم نعاودوا الطعام. بالنسبه للحريك شوفوا الكسكسو هو هذا، بسم الله كيضرب كيرجع لكم الصوت. ها هذه خدمته صافي تبارك الله، هو جامع. هنايا الخضره هي طابت، اللفت ها انتم اللفت كيبقى في بلاصتو وخيزو كيبقى في بلاصتو اذا تبعتوا التقنيه اللي عطيتكم. ملي غادي نصفي عليه البلول ونجمع البلول في البرمه من اللحم ومن هذه الخضره كيف ما كتشاهدوا، يعني في البرمه في الاخر ملي غادي نطيبوا القرعه وغنطيبوا كل شيء كيبقى غير واحد شويه ديال لاصوص في القاع كنسخنوا عليه كنحطوا به. صافي دابا خيزو طاب، هذا توا غنزلوه وندير نصفي منه على القرعه نردها طيب ونعاودوا الحمراء. صافي توا قول طاب يلاه السميد على مزيناتو. ها هنا كيف ما كتشاهدوا صافي حنا سيرين كنعاودوا في الفوره الثانيه. الفوره الثانيه اشنو كنديروا فيها؟ هنا هاتي الفلفل كنديروا شويه الابزار، ها القياس الفلفل، شويه سكنجبير والملح والسمن، ها والملح والسمن باش يعطي اللذه للكسكسه. الزيت باقيين ما درناش حتى كنشربوه بالماء عاد كنديروا ليه الزيت باش يشرب لينا داك الماء ويشرب ديك اللقامه اللي درنا فيه. الملح راح داك الفنه هاك صافي مبديه على القياس على حسب الملح ما تملحو السميد ديما البلول كيكون ما يعني باش ذوقوا. تبارك الله وصلى النبي. نشوف شوفوا اللقمه كي دايره، شوفوا اللقمه باش تعرفوا السميد راه ناجح. ويلي ويلي انا ودي يقول لي راني مراو داير الحزام وسط مني يابا يابا هي الله الله عليك عزيز العبدي غندير عفر انا طار نخدم فيه نخدم معايا عبد الحمري. انتما صافي خليت لكم القوامل سيروا طيبوا بقيت بغيت انا طبت الله يجعل البركه. هذا بتحمل ما تمشي معايا؟ تمشي معايا انا ونبقاو قاعدين مقابلين في الرنطار ونتنقلوا من دوار لدوار. ها ولا توريا اكتب لي في الكومونتير واش غتخدمي معايا انا ولا غت في الرنطار ولا غتخدمي معاهم هما في الدواور. سير نعيمة بردي بردي بالماء بردي بالماء نعيمة ماشي ما ينفرش شرب الماء. سير سير نعيمة راه ما بينا دابا حنا سنعلمو فيها. سيري بغيت لك الربح يا الفنان. يعايرو فيك ما يعايرك حتى واحد اللي عافاك كاع ما صابك يدير ماما اي يعايروك عاد فوري كل نهار. انا فوري كل نهار قبلهم قبل شي حد هذا هو ما كيجي هذا كان حاد العين واي لطيفه ما كيجي لطيفه. النهار النهار اللي عرضت عليك الكسكسه فاش كنت محروقه نساتك خايتي انا ما يدو عليك مشيتك انا خايتي راه مرفوع عليك القلم الله يرحم الوالدين. وصباح راه في راسك وصباح ونعيم الفنان الفنان عرضت على لطيفه راسك عرضت عليها كانت محروقه وقالت لها جي عندي تغداي. لطيفه جات خدينا لها الدواء ركبناها في الرونج روفر كرويله هي الرونج روفر مشات عند الفنان دقت 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 تعيات. الفنان ما كايناش في الدار طلعت لدارها الفنان عرقتها نعست ملي ضربت الفيقه عاد تفكرت راسها راه عارضه على المراه ولا تغوت وي وي ايوا كلشي زين. هذه ما تهاوش؟ ما تهاوش، زيدي شوية الماء، زيدي الفن. زيدي. ياك معاودة الصباح. وحنان كندا، لا ما فراسكش. خلاتي كاملة.
ايش شتي كلشي زين سير. الفورة الثانية ديما عينكم ميزانكم مع الماء باش ما نقولوا ما يتزواش، نعطوه حقه في الماء ونخلوا ليه حقه في التسقية باش يشرب. ها انتم الخدمة ديالته. الفيديو غايجيكم طويل ولكن غادي نتصبروا معايا. يلا دابا هنايا ان شاء الله دابا عاد غادي نزيدوه ارتاح شويه. شوف هذا مزيان صافي، هذا هذا مزيان لاتيش، هذا مزيان صافي، حتى هو مزيان. غنزيدو رشه ولكن زيدي الزيت دابا باش نشوف خالتك. زيدي شويه الماء هذا الفنان، انت عملي ملي يطلع ما يطلبق شوك. شوف من هنا كيبان لك ملي كيكون عطيه الماء عاطي. شوف خصو يطلبق يجي ملابقه وما تجيش مع الجنة. سيري هكوك، سيري سيري سيري، اليوم غتعلم. سيري هزي من تحت هكوك، خطير تعلم العجب مالها. اللي ما تعلم الطياب تعلم معاها. كنعرف نصب انا تكسكيس. تكسكيس هانتي اليوم زيدناك تكسكيس هانتي تعلمتي. ما فيكش تنصيبك نصيبك هاي. زيدي 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 بارك النصيب اللي سمع النصيب يقول هنا ندويس. سيري عا زيدي 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 معاودة لك اسيدي ربي. الله الله عليك اسيدي ربي، عطيتينا الفنان مسفحة حنا عطينا لك الحوايج عديها وحدي هنا ان شاء الله. هانتوما الخضره كيف طابت نصفيت منها في القرعه، واللحم كذلك ومثال. اللحم صافي تا هو راه طاب، غنزلو القرعه هي هذه صافي. خديت من هاد لاصوص من هنا وخديت من هنا وهزيت من هاد لاصوص ومن هاد لاصوص وزدت هنا في البرمه باش يتقاد عندي. ملي غطيب هاد البرمه هادي القرعه غنصفي ونرد البرمه، منها نطلع عليه الفوره الاخرى منها يتلابق. وكيف كتشاهدوا هذه خدمه باكم لعبتي. هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما الخبز هذا ديال عبد الوهاب من دار القيد، عبد الوهاب من دار القيد من دوار القدادرة عدو الفرار في دار القيد. تحيه لي من هذا المنبر، خونا وصديقنا حتى هو. الخبز ديالو هذا شوفوا تبارك الله كيف داير محمر على مزيناتو، كيجيبو في هاد الصندوق كيبقى مصون. وهنا صافي ان شاء الله بقات على الفوره ديال التسقيه. راسي راسي طلبها هما سيرين تجمعوا سيقراو غيشربوها حتى ان شاء الله ونسقيو. والله يجعلها صدقة الله، الله يجعلها صدقة الله. هادشي اللي كان كل عام كيدير هاد السي ميلود الله يجعلها عاده متوارثة عند وليداته وعند الاحفاد ديالو. الحمد لله والشكر لله. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا بدينا نقفلوا القفله الاخرى ها هي يا. واللي الكسكاس اللي كيفور لينا كنجمعوه. هنا كيف ما كتشاهدوا كنديروا الزيف، كنديروا البلاستيك من التحت وكنديروا الزيف وعاد كنحطوا عليه الكسكسو ها انتم باش يبقى لنا سخون. صافي هنا ان شاء الله حنا غادي نبداو نسقيو وتابعونا ان شاء الله حتى نساليو. هنا ان شاء الله حنا قادينا درنا الحيمات الوص كيف ما كتشاهدوا، دابا بدينا نقادو في الخضره حتى نكملوا ان شاء الله. هنا ان شاء الله الشكل النهائي ديال القصاره ديالنا هو هذا، والله يجعلها صدقه الله عند سيميلود جامع الابيض. وتحيه للاخوان ديالو الابناء الاخت ديالو من الدوار والناس الحضور الكريم، والله يحفظهم ويضمنهم ويسر امورهم ويرحم الاب ديالو وينعموا بالجنه والفردوس الاعلى ان شاء الله، ويتاوي الخير هو وخياته ويخليه زاويه ويخليه بركه. دائما هذه الصدقه راه كيديرها مسكين من العام لعام بقات عاده، الله ييسر الامور. هنا ان شاء الله بعد ما حطينا الكسكسو سته القصريات غادي نحطوا سته الطباصل ديال اللحم. شوفوا اللحم احمر كالمرجع انتوما. ان شاء الله الشكل النهائي ديال اللحم ديالنا هو هذا كيف ما كتشاهدوا. نتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم خوتنا المغاربه اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم. يبان لي راسي. سير يلا الدراري هز هز صافي هز اللي تمسح هزو. لا جيبوا بعدا سميتو كتجيبوا جيبوا الخاوي جيبوا جيبوا الخاوي خلوا سيري صافي يلا هزوا هزوا الدراري هزوا.
انا صافي حنا شارجين الماء ان شاء الله باش غادي نخرج نمشيو في حالاتنا. ايوا الحمد لله وداز كلشي خير وعلى خير الحمد لله والشكر لله. السمر تحرك السمر العشيات عشيات ودعاوى الخير تقلب فين تبات يا الاولاد البنات الله يحفظكم ويضمنكم ويسر اموركم. ابوكم يا عبدي شتوني غبرت عرفوا ان لله وانا اليه راجعون البركه في راسكم من جهتي. المهم السكر راه زادوا فيه بلا ما تفرضوا فيه من هنا نقول انا معزيكم في راسي مرحبا بكم تابعونا تابعونا باقي غادي لهاد الجوي تاني غادي لخيامنا يلا الله يعاونكم.